نشاط في الخامسة والعشرين من عمري، أشكو من كثرة الحصيات منذ أكثر من 5 سنوات، ويخرج مني سنويا من 5 إلى 6 حصيات، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأتألم كثيرا وأتعذب حين تخرج الحصبة مني. ومن الألم الشديد أضطر أحيانا إلى الإفطار في شهر رمضان الفضيل، وبعد الشهر مباشرة أصوم الأيام التي أفطرت قضاء. هل هذا جائز أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك في الإفطار في مثل هذه الحالة، إذا أصابت الحصى وتعلمت من ذلك وضعفت عن الصيام فلا مانع من أن تفطر، لأن الله رخص للمريض في الإفطار. قال تعالى: من شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنت لك العذر في هذا. فإذا أفطرت من أجل المرض فإنك قد أخذت بالرخصة وتقضي من أيام أخرى، وقد ذكرت أنك قضيتها والحمد لله، فما فعلته صحيح لا غبار عليه والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.